مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر من مدينه وجده. كنتواجدوا عند السي ملوك عبد العزيز اللي كان هذه مده 10 سنوات كندير واحد كنتعرض لواحد تحرق الجسم ديالو. من بعد خرجت لواحد الحمى اللي حيدها. من بعد ديك الحمى زايده كتكبر يعني عايش واحد المعاناه، عايش غير في واحد البيت في دار الورثه، هم 4 تاع الناس، عنده 2 تاع وليدات. دابا ما كيتمشاش ما كيخدمش. اليوم غادي نتعرفوا على المشكل ديالو على المعاناه ديالو، ونتمنى انكم ان شاء الله تساعدوه. سي عزيز تفضل. وي قول لي بالنسبه لك نتايا هذا المشكل ديال المرض ديالك نتايا فوقاش اول مره؟ هذه 10 سنين هو اللي كان درك. انا من الصغر ديالي مولا 13 سنه. مولا 13 سنه وانت فيك هذا؟ وانا في هذا المرض هذا، وكنت مسامح زعما ما قلت انا كما معليش معليش معليش. من وصلت لمده 18 سنه عاد بداو الضرر يبان عليا. بدا يوجعك؟ بدا يوجعني. عيطت من جيت باش ندير العمليات، مع كانت شي واطه دخلوا معايا شي ناس، عاد درت العمليه الاولى ودرت الجوجه وما سقتش. وسخش وسيده وتكبر وانا مدهور انا راك عارف. فهمت يعني ما بقيت ما تقدر تمشى؟ لا نتمشى لا لا الخدمه ما نقدرش نخدم واخا. وهاد الحما هادي ما قالوك السبب ديالها؟ باش السبب هاد ديالها قال لك وراثيه. انا قالوا لي محاو وراثيه بحال اللي ما كيف زعما وراثيه. الوالد عنده كانت فيه الوالد ديالي الله يرحمه كانت فيه واحد الحبان كره ايوا مشيت هكاك وقال لي انت راه خرجت لك الكره على حساب الوالد ديالك. يعني وراثه وراثي هذيك الكره واش يعني بحال لي كونسير ما يضرش؟ لا مش ما يضر، ماشي كونسير زعما. انا قلت ماشي كونسير، هي وراثيه حبه وصافي. فهمت. كره يعني كره زعما بوز يعني هما كيتحيدت لك زادت تكبر. زادت تكبر. كان ماما ما تخصهاش تحيد. ما هي لا ماما ما خصهاش تحيد، تبقى هاك تبقى هاك احسن. فهمت. بالنسبه لك انت يا دروكا فين عايش؟ اللي كتجيب فلوس منين؟ الفلوس عايشين مع المحسنين اللي تلقاني هكا كان يعرفني كان يعطيني بركة، هي اللي كت نجيبها للبز ما ياكلو. هذا هو المشكل ديالنا حنا عايشين مع المحسنين. وبالنسبة لهنايا الدار واش كاري ولا شتا الدار كاملة ساكن فيها نتايا ولا غير؟ هي هاد البيت. هاد البيت هي ديالي أنا اللي عاطينها اللي جات في حقي في الورثة. قاعد خويا ساكن الفوق، خواتاتي هنايا، انا جات في حقي هاد البيت هاني ساقر فيها طيح الله. وبالنسبه للوليدات ديالك كيقراو؟ البنت هي اللي كان عندي تقرا، الولد هادي عاد ندخلو. الولد ما قدرتش باش ندخلو يقرا، اما انا هو فالت اللاج خصو يدخل يقرا. بالنسبه لنهار داروا لك العمليه هادي 10 سنين ولا بالنسبه للطبيب اللي دار لك العمليه واش ما كداوك التحاليل واش ما قالوكش بلي هاد الحماره ها نتوما؟ انا ما قالليش. المهم انا قال لي فوت التحاليل جبتو قال لك راك ملح يعني راك مزيان ديك العمليه وصافي. الطبيب ما عطوش هذه من هذه مده 10 سنين ما قدرش نعرف شكون هو ولا فهمت. يعني لعب لك في هذيك البلاصه وخلاها واه. فهمت. دابا انت حتى المشي يمكن ما تمشاش؟ ما تمشاش يعني الا تمشيتي شويه نطيح. ما نقدرش هي اللي نطيح. الحريق ولا تعطيني الحريق؟ نعسي على كرشي في الليل. في الليل هيا دروك راني مريح على جنب واحد. راك شتا؟ فهمت. راك شتوها في التصويره كي داير. واش كنت تصاوب كتاكل شي دواء باش ولا والو؟ انا دواء هيك الدواء ديال الرابط الدقه مزير عليا بزاف، ما نقدرش ناكل شي دواء ديال الموك. فهمت يعني ما كان يعني بهذا الوجع سنين وانت هكا؟ وانا هكا. واش كتعطيك حريق ولا تنغزاك ولا؟ كانت تعطيني الحريق. هيا تقول لك كنعس على كرشي ما نقدرش. تجيب المرأة مسكينة وتقاتل. فهمت. تبدي لي كسميتو. بالنسبة للأدوية اللي كتاخذها كدير غير الرابوز ديال الضيقة. الدواء اللي كتاخذها. واه غير الرابوز. غير الرابوز يعني ما كديرش الرابوز وبولتولين. هذيك سوليبرين. سوليبرين ديال الرابوز. سوليبرين تاع التنفس باش يتحلوا لي الريات. الريات وانت هاد المرض تاع التنفس فوقاش هو فيك؟ هو الضيقة ملي كنت خدام في الراس. تقريبا شي 18 سنة وهي فيها الدقة. انت
18 لعام. واه. وباش جاتك الدقابة بالكوشة. بالفران بالكوشة واه. بالكوشة. واه. واش قلت لنا حتى تحرقت. حتى تحرقت. كي صرات لك باش وقع لك باش تحرقت؟ تحرقت أنا بكر من الرماد مور الديور. واه. وأنا مدة ملي كنت صغير مولا 10 سنين هكا 11 12 سنة ما حسيتش بها هاي رجلي شوف. عواجتها هي تايت هذي لا عملية. أنا قال لي نسقدك هاي زادت عواجتها هي. يعني خطأ طبي في رجلي. مكتمر رجلي. أعدموني تمر رجلي. وزادوا لك اللحمة عاوتاني. واللحمة هي كبرة كبيرة بغيت تصور تايا ما كانوش. لا معليش مش من الناس ما ت. واه. بالنسبه لك نتايا شنو 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 كتطلب من المحسنين الناس اللي كيشوفوك؟ ايوا المحسنين راهم يشوفوا الوجه الله الا بغا يعاونونا واخا قرر وليداتنا ويعيشونا وصافي هذا ما كان هذا هو المقصود ديالنا. انت بالنسبه لك عطاوك شي بطاقه نتاع معوقين ولا البطاقه ديال المعوقين واخا راه عندي واش نستافد بها والو من بطاقه المعوقين خلص عليها 6000 واش معوق؟ تخلص 60 درهم في العام 60 درهم خلصها في العام شو الميكرو؟ واه نخلص 60 درهم في العام 60 درهم في العام واه ولما كانت تصلح شنو الاستفاده اللي عندك ما كان والو الطوبيس هو اللي كان هو اللي كان استفدت به صافي صافي بالنسبه لي انا ما تلمري ندير معاه لاكارت درت لها جوج تصاور درت صورتي وتصورت ملي ماشي الكونترول الشيبور اللي سوق الطوبيس هو اللي كتلقى معاهم الكعره ملي قلت له قال لك احنا من الشركه الشركه قالوا لهم زعما ما يطلعوش يعني مجموع وقف ثم يخلص يخلص يعني واخا عندك بطاقه تاع المواقين واش دير به والو كتطلع كتخلص واه تخلص خلص يعني هذا مشكل عندكم مشكله ولكن الى المعوق كيخلص على لاكار يعني ما يمشي يموت حسن له يعني ما كانتش ما كان والو شنو شنو كطلب من الناس اللي كيشوفوا فينا شنو ايوا نطلبوهم راهم يشوفوا فينا لا بغاو يعاونونا في سبيل الله وصافي محسنين راهم يشوفوا الحاله كي دايره هذا هو المقصود ديالنا حنا بالنسبه لهذاك الرابو شحال كتشريه نتايا وانا كنشريه من سوق الفلاح ما كنشريش من فرماسيان ما كتشريش من فرماسيان فرماسيان غالي يدير 5000 و المهم 5600 ولا 5300 ما تخافش يكون بريمي ولا يضرب لا بريمي دير له الشا دير له لا تم اي الدراري هكا تما اليوم ما بقاش في سوق الفلاح فهمت واه ما بقاش يدور يضرب في سوق الفلاح فورماسيون فهمت يعني دوك راك جيب فورماسيون تقدر يجيبك الرابوز واش محسنين ايوا الرابوز بعد مختلط ملي كيعطيوني كنقسم كنجيب لهم شويه ما ياكل وكنشري الرابوز فهمت يعني بين الدواء ديالك وبين واه سيملوك شكرا على الميكرو مشاهدي شفتي فيه كما كتشوفوا السيد يعني الحاله لا يرتاح لها كما نقولوا السيد محتاج انه المساعده يعني كي السيد كي بفلوس مصروف كيشري الدواء ديالو كي يعني السيد ما معاق يعني ما كيقدرش يخدم عنده وليدات نشوفوا يعني هذه بيت اللي ساكن فيها يعني راه اربع حيطان ومع عائله فيها اربعه تاع الناس كنطلبوا ان شاء الله من محسنين انهم يتعاونوا معاه ويساعدوه لان كان مجموعه ديال الاخطاء الطبيه اللي تعرض لها في الرجل ديالو كما كتشوفوا وكان خطا طبي في الظهر ديالو ما قدرناش نصوروه لان الصوره لا تلائم المشاهدين ما غاديش نقدروا ندوزوها يعني كان غتشوفوها انا براسي شفتها يعني تخلعت صراحه واحد اللحمه يعني في المؤخره ديالو والظهر ديالو نتمنوا انه ان شاء الله تعاونوا هذا السيد الرقم ديالو راه الفوق وتبارك الله عليكم وشكرا مرحبا الله يبارك فيكم